سابقة، وهذه كرة خطيرة، فرصة، جول 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 أهلاوي أول، هدف أهلاوي أول، أول أهداف دورينا، أول أهداف دورينا في الموسم الجديد يسجل الحمادي. الحمادي الحمادي تناقلوها لاعبو فريق النادي الأهلي، وصلت إلى ليما وارتدت من حارس المرمى. تجد الحمادي إسماعيل الحمادي المتابعة السليمة تأتي بالهدف الأول في المباراة. يتقدم النادي الأهلي، وتقدم حقيقي منطقي تماما، تقدم منطقي تماما، لأن الأهلي في الدقائق السعودية التي لعبت هذا الدور دور قومي كبير لدولة الإمارات، وهذا ليس بمستغرب. بالمناسبة هذه كرة خطيرة لأحمد خليل في المكان الخطير، جول ثاني، هدف ثاني يتقدم فيه النادي الأهلي. نعم، طريق النادي الأهلي مفتوح حتى الآن وليس مغلق في مباراة اليوم في البداية الأولى. كل الطرق يا هاشك تؤدي إلى مرمى الحقيقة محمد سالم الرويحي، من كل الجهات، من العمق، من الأطراف. هذه كرة من الأطراف تأتي الآن، لكن يتقدم بالسرعة وبالمهارة ويجد نفسه في مواجهة المرمى، يختار القرار الصائب. نعم، ويأتي أحمد خليل الآن ويتقدم النادي الأهلي بهدف ثان في الشوط الأول من المباراة، هدف ثاني للنادي الأهلي. ربما الكثيرون كانوا يتوقعون حقيقة منافسة شرسة بعض الشيء من نادي الفجيرة، لكن هذا ما حدث حتى الآن. فريق النادي الأهلي تقدم أولا. المنتظرة هذه محاولة قائمة الآن، الأسبوع الأول ربما يشهد المواجهة الأكبر المنتظرة. هذه محاولة خطيرة للأمام اللي لعب ليما، جميلة، منقولة، خطيرة، جول، جول ثالث للنادي الأهلي. إسماعيل الحمادي يؤمن النقاط الثلاث بالهدف الثالث، لكن حالة دفاعية يرثى لها في دفاع نادي الفجيرة في مباراة اليوم. كل الطرق مفتوحة تماما لمهاجمي النادي الأهلي، ما في رقابة، ما في انسجام، في غياب واضح للمنظومة الدفاعية. هذه المباراة بكل راحة، بكل سهولة يسجل وقت عاشق لفريقه. والنادي الأهلي يبدأ الشوط الثاني من المباراة وبثلاثية. الشوط الثاني يأتي بهذه القذيفة من جانب إيفيرتو ريبيرو الذي يضيف الهدف الرابع في مباراة اليوم، وبعد ذلك كان لدينا الهدفين الخامس والسادس عن طريق اللاعب الضيف الجديد رودريغو ليما. شايف فارب بتمرار، وهنا محاولة قائمة الآن، والكرة بعد ذلك من ريبيرو وصلت الآن، هذه ليما خطيرة، جول، جول خامس لليما. ليما الضيف الجديد في دوري الإمارات يسجل حضوره الأول مع النادي الأهلي. هذه صورة ليما في المدرجات، وليما بالتالي عند الدقيقة 55 رودريغو ليما. شوف الكرة الجميلة جدا من ريبيرو إلى ليما، قذيفة من قدم ليما، جاءت من البرازيلي ليما رودريغو في شباك نادي الفجيرة، وبالتالي الهدف الخامس. يا لها من بداية لفريق النادي الأهلي، يا لها من بداية لفريق النادي الأهلي. العاصمة الإيرانية طهران، وتستمر بعد ذلك في هذا الملعب. هذه محاولة إلى ليما، هدفين في أول ظهور رسمي مع النادي الأهلي. نقلة جميلة، خطيرة، فرصة، أوه يبعدها، والتسديدة، والهدف السابع، الهدف السابع، والهاتريك للحمادي، الهاتريك للحمادي. إسماعيل الحمادي يسجل هاتريك في المباراة الأولى، هاتريك في المباراة الأولى. لا تشلونا، تعورونا. هاتريك في المباراة الأولى، 7 أهداف كاملة عزيزي المتابع، عزيزي المشاهد.
في بداية المسابقة، بداية الدوري. الكرة لعبت للأمام، نقلت، استقرت بعد ذلك. شوف أبعدها محمد سالم الرويحي اللي بذل مجهود، لكن المتابعة الدفاعية كما جرت العادة غائبة جدا في مباراة اليوم. وبالتالي ريبيرو حاول حارس المرمى أبعدها، لكن المتابعة من الحمادي اللي يسجل هدفه الثالث في المباراة الآن، وهدف النادي الأهلي السابع. وبالتالي الأمور وصلت الآن إلى 7 على تنفيذ ضربة جزاء. ريبيرو يأمل بأن يسجل الهاتريك كذلك. ضربة جزاء ضرب الجزاء ريبيرو يتقدم البرازيلي ريبيرو. ضرب الجزاء يسدد، جول وهدف ثامن للنادي الأهلي. شوف أول مباراة في 2001 لما خسر فريق نادي الفجيرة 8-4 من أمام الجزيرة، يخسر أيضا الآن بثمانية، ولكن 8-1 أمام فريق النادي الأهلي. ريبيرو يتقدم وريبيرو يسجل، وبالتالي صارت الأمور الآن إلى 8-1، من النتائج الكبيرة جدا في تاريخ دورينا. فوز النادي الأهلي الآن بثمانية أهداف لهدف واحد.